بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد المجيب من قناة عرب جنو لينكس، وكلمكم اليوم عن توزيعة بترا لينكس منت 16. التوزيعة هذه صار فيها اختلافات كثيرة شكليا وضمنيا، تمام؟ ضمنيا ما في حاجة معينة، لكن الشكل تطور زي ما انتم شايفين. راح اتكلم عن التوزيعة هذه. التوزيعة اسمها بترا، سبب التسمية تكلمت عنها تقريبا قبل كم شهر اول ما اقترحوا الاسم هذه. اللي حاب يعرف سبب تسمية التوزيع ليش بترا يجي ينزل تحت. طبعا البترا انتم عارفين مكانه وين، في السعودية وفي الاردن وما ادري في مكان ثاني اسمه بترا ولا لا، تمام؟ لكن ترى ما سموه عشان الاسم هذا، انزل تحت شوف الموضوع. طيب، اول حاجة صارت بهذا التوزيع، طبعا هذا التوزيع نسخة ماتي، لاني 15 تكلمت عن نسخة سينمن، تمام؟ أيضا لأنه لو أتكلم عن توزيعة لينكس منت سينمن راح أتكلم عن الواجهة، إيش صار بالواجهة سينمن 2. لذلك واجهة سينمن 2 أنا تكلمت عنها بتفصيل ممل، انزل تحت شوف سينمن 2. راح أتكلم عن ماتي ونشوف النقاط الأساسية الموجودة بالتوزيعة هذه. ولكن قبل أي شيء، إذا ثبتت التوزيعة وخلصت نثبت التوزيعة، لاحظ فيها إشكالية، وهي لما خلص التثبيت المادي على الفيرتشوال بوكس فقط ولا على الأجهزة الثانية يوقف قدامك ما يصير شيء، فلازم تضغط انتر بعد التثبيت ونحط الجوال على وضع الطيران علشان ما يزعجنا. لحظة شوي، فتضغط انتر علشان يسوي إعادة تشغيل من نفسه، لأنك إذا سويت إعادة تشغيل أنت ما راح يثبت النظام، بيصير في مشكلة بالجراب وين وضع الطيران. أوكي، طيب نبدأ نقول بسم الله. طبعا هذه واجهة دخول MDM زي ما انت شايف، طبعا اسماء المستخدمين بيظهرون بالشكل هذا. زي ما انتم شايفين طوروا الشكل، صار فيها النافذة هذه تنزل، يعني شكل جميل جدا صراحة. لو تتابع هذا صار فيها ينزل 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 اوكي، ناخذ الترحيب نشيله. اول حاجه ان بعد اعاده التشغيل اضافوا برنامج، طبعا من ضمن الاشياء الموجوده، طبعا هي توزيع زي ما انتم عارفين هنا القائمه والى اخره، لكن اضافوا برنامج هنا اسمه USB stick. اوكي، USB stick format، تمام. الفائده منه هذا انه يفرمت لك اي USB حاطه بسرعه، فلما تحط USB معين تختار الذاكره من هنا، تسمي الذاكره اي شيء مثلا داتا، تمام، تختار نظام الملفات اللي تبيه NTFS او XT4 او FAT32 فورمات، خلصنا. هذه اول اداه اضافوها جديده. الشغله الثانيه سوفت وير مانجر، تمام، صار اسرع من قبل بكثير، خليني اوريكم. صار يستهلك موارد قليله من استهلاك الرام، تمام. هذا هو مدير البرامج. اوكي، هذا اول حاجه. الحاجه الثانيه تصنيف البرامج الداخلي تغير شكله. لو دخلنا على الانترنت مثلا الحين، لو دخلنا على فايرفوكس، ما ادري دبل كليك ولا ضغطه واحده، لان بصراحه متعود على الطرفيه، دبل كليك يمكن. اوكي، دبل كليك هنا يفترض انه بيجيك اللي هن. اوكي، طلعن صور زي ما انتم شايفين، صور للبرنامج. فلو دخلنا على برنامج ثاني زي مثلا اوبرا، لا او تخيش اوبرا، سكايب يخيش بعد، ديالوج مثلا. اوكي، يلا عندك صور، ما ادري محطين صور ولا لا اصلا، على حسب البرنامج. فعموما في بعض البرامج ترى يمكن ما له صور، لا تحمسون. اوكي، طلع صوره الصور البرنامج، لو فتحت الصوره بتجيك صوره البرنامج وكيف يشتغل هذا البرنامج. لينكس من 8. طيب، هذا بالنسبه لي البرامج. الحاجه الثانيه انه الان صرنا نستخدم نواه حديثه، وهي نواه 3.11. هذا يعني انه في تحديثات امنيه جديده صايره للتوزيع. يونيم اي، اوكي اوكي، 3.11 هذه هي الاصدار الاخيره من النواه او المتاحه بالاصح، تمام. في عندك بالنسبه لي الدخول، تمام، اثناء تشغيل التوزيع وانت جاي داخل صار اسرع من قبل. ايضا الاي اف اي، الاجهزه اللي تستخدم اي اف اي، الدعم صار افضل وصار اسرع من قبل بالنسبه لتشغيل الاي اف اي، تمام. بالنسبه لي الحاجه ما بيقولها لكنها موجوده ضمن الخصائص، اللي هي دعم ستيم، تمام، برنامج ستيم والالعاب حقت ستيم. اوكي، في عندك بعض الحاجات اللي اضافوها هنا بالمتصفح، اوكي، زي ما انت شايف اضافوا لك متصفح او محرك البحث المفضل عندي ستارت بيج، تمام، واضافوا لك دك دك جو. طبعا محرك ستارت بيج دك دك جو عباره عن محركات بحث زي ما تقول تحافظ على خصوصيه المستخدم. ستارت بيج الفائده منه انه لما تبحث عن اي شيء، مثلا تكتب مثلا منت، اوكي، انت يجيب لك النتائج من جوجل، ولكن ما يرسل اي حاجه لك وخاصه لك من جوجل زي اسم المتصفح والى اخره. طبعا دك دك جو اكبر من ما انه يسمى محرك بحث، لانه كبير جدا صراحه، يعطي ترجمات، يعطي حاجات زي ما انت شايفها، يعطي ترجمات، يعطي مواقع، يعطي اشياء كثيره صراحه، ممتاز جدا هذا المحرك. هذا بالنسبه لي البتاع. بالنسبه لي في حاجه ما ادري صراحه غريب اسمها، لكن خليني اتاكد بس. اوكي، هذه هي. حطوا لك امر اسمه ال ال،
تكتب ال طبعا هو مجرد الياس تمام الاختصار لي ال اس ال اي تمام فانت بدل ما تكتب ال اس ال اي تقدر تكتب ال ال وخلاص طبعا هو الياس ممكن تكتب وانت على راحتك اللي حاب يتعرف على الياسز يكتب الياس بالقناه راح اشوف لا الياس كذا راح اشوف عندي بالقناه في درس عن الياسز تمام طيب بس هذا هو الجديد بالتوزيع نشوف اخر شيء الثيم اللي حطوه الجديد ادمنستريشن لا من هنا بريفرنسز راح نحصل اللي هي اللوجن ويندو نكتب لوجن ويندو احسن اوكي يلا اوكي اللوجن ويندو راح ادخل وهذا الباسورد زين طيب طبعا معروف الافتراضي اللي هي كلاودز كانت سابقا الان حطوا ثيم افتراضي ثاني وهو منت اكس طبعا اذا بتحط كلاودز بيجيك اللي هي السحب تمشي ما ادري هل هم حطوا شيء خاص بالجي تي كي لا جي دي ام هل في جديد اوكي اعتقد هذا جديد اول مره اشوفه تمام مش عندنا بعد صراحه في اكثر من حاجه جديده لكن هذا شدنا خلونا نشوف شكله لوك اوت او يا هلا والله بالعيال طيب اسمي ما اضغط على اسمي بس وورد وايس وين اسمي من هنا يمكن لا 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 سيشنز لا هات هذه ما دخل يا حبيبي على الوهق ذي طيب خلنا نحط باسورد يشوف بيدخله ولا بكريشنا اوكي تمام دخل على اسم المستخدم حقي الى هنا تقريبا هذه الاشياء الموجوده بالتوزيعه بالنسبه لتوزيعه سينمون في اشياء كثير خاصه بالواجهه طبعا اللي ما شاف الواجهه الجديده يشوفها تحت بالوصف هنا انتهى الدرس التوزيعه طبعا نسيت حاجه اقول لكم اياه انه تم تطوير الثيم وشكل الثيم زي ما انتم شايفين صار الثيم اجمل من قبل خاصه موضوع الازرار لو دخلنا على الايديت بريفرنسز نحصل الازرار صار فيها جماليات احسن من قبل وبتلاحظ الجماليات هذه خاصه على واجهه سينمون لكن واجهه ماتي مهمه جدا موضوع الاستقرار الى هنا انتهيت ورقصني يا عويس خلصنا من توزيعه لينكس منت نشوفكم ان شاء الله في درس قادم ومع السلامه.